بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة. موضوع اليوم زي ما هو ظاهر في الصورة اللي قدامنا، كيف تجعل الناس يشتاقون اليك عند غيابك عنهم. اسرار بسيطة جدا في الحقيقة. كثير من الناس بيعانوا من مشكلة انا بغيب عن الناس ومحدش بيسأل علي، الناس ما عادش عندها وفاء، الناس ما عادش عندها حب للناس، الناس بتنسى الناس. كل هذه الأمور في الحقيقة راجعة لشخصك انت وليس للناس. قبل ما تحكم على الناس، تعال شوف تصرفاتك انت. وازاي النهاردة هنشوف بحاجات بسيطة جدا وأمور بسيطة جدا كيف تجعل الناس يشتاقون إليك. قبل ما ندخل في الموضوع، ورجاء اسمع الموضوع للآخر، أذكرك بالاشتراك في القناة. دي قناتنا مصادر الحياة، بتضغط على الزر الأحمر سبسكرايب أو الاشتراك حسب اللغة بتاعتك، وبعدين بتضغط هنا على زر الجرس. بعد ما بتضغط على زر الجرس بيجي لك اللوحة دهيت، بتضغط بتعلم في المربع الأزرق ده على علامة صح، وبعدين بتضغط سيف أو حفظ حسب اللغة، وبكده بتشترك في قناتنا. ورجاء لا تبخل علينا بالتعليقات وكلمة والضغط على لايك. ببساطة موضوعنا بيتعلق بكيفية جعل الناس يشتاقون إليك عند الغياب عنهم. بكل بساطة، الناس بتشتاق أو بيجي على بالها أو بتفتكر كل شيء جميل، كل شيء بيفرحها، كل شيء بيسعدها. فهل أنت فعلا من هذه الأشياء؟ هل أنت فعلا بتسعد الناس عند تعاملك معهم، عند وجودك معهم؟ هل انت لك أهمية عند الناس وعند غيابك عنهم بيحسوا انهم ناقصهم حاجة او يفتقدوا شيء؟ هو ده السر البسيط جدا اللي يجعلك او يجعل الناس يشتاقون اليك. موضوع النهاردة في نقطتين بسيطين جدا، عايز تجعل الناس يشتاقون اليك عند غيابك عنهم. اولا السعادة، ثانيا أن تكون ذو أهمية في حياتهم. السعادة لابد، علشان أمنح الناس سعادة أو أجعل الناس سعداء عند وجودي بينهم، لابد أني أحقق أولا السعادة لنفسي. فأنا إن لم أكن إنسان سعيد، فكيف أعطي السعادة للآخرين أو أمنح السعادة للآخرين؟ وكما يقولون، فاقد الشيء لا يعطيه، ده أكيد. فالسعادة هي مفتاح سر وجذب واشتياق الناس إليك. أنت إنسان سعيد مرح، يشتاقون الناس إليك عند غيابهم عنهم. يسألون عليك، فين فلان؟ احنا مفتقدينه، والله كنا بنفتكره بالسعادة، كنا بنفتكره بالمرح، ده بيفعلنا، ده بقعدته حلو، ده لقاؤه جميل، ده كاني، ده ماني، ده كل ده مدح فيك، لانك انسان سعيد، انسان مرح، انسان بتبسطهم، انسان بتخفف عنهم. كل ده بيجعل الناس يهتموا ويشتاقوا اليك ويسألوا عنك. الشيء الثاني، انك تكون ذو اهمية في حياتهم. بمعنى انت انسان بين الناس، لا تهتم بامورهم، لا تقدم لهم النصيحة، لا تقدم لهم المشورة، لا تقدم لهم المساعدة في اي شيء، او بمعنى مجمل إنسان سلبي، إنسان سلبي لا يتعامل مع الآخرين ولا يشاركهم. طيب عند غيابك عنهم، طب يسألوا عنك ليه؟ إيه السبب؟ اديني سبب واحد عشان يسألوا عنك. إذا كنت غير ذو أهمية في حياتهم هيسألوا عنك ليه؟ أنا أسأل على شيء أو أسأل على إنسان ليه أهمية،
حاسس انني مفتقده في شيء، حاسس ان ناقصني شيء، جيت اخد مشورة، جيت اخد نصيحة، جيت اخد مساعدة، ملقتش الشخص اللي بيساعدني وبيقدم لي المشورة وبيقدم لي العطف او الحنان او الحب، اذا لازم اسأل عنه. ليه؟ فانت دائما كن معطاء للخير يسأل عنك الناس عند غيابك عنهم. قد تتحجج بأن الناس تعاملهم ما عادش كويس، وأنا بتجنب، ببقى بينهم ولكن متجنب الناس، يعني ما بختلطش معهم قوي، ما بحاولش أدخل في حياتهم قوي، لأن الناس يعني في هذا العصر مشاكلهم كتيرة والبعد عنهم يعني غنيمة. ولكن أذكرك بحديث لا أعرف مدى صحته، خير الناس من هم خير الناس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان الذي يتجنب الناس أم الإنسان الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ فالرسول قال اللي الإنسان الكويس أو خير الناس من اختلط بالناس وتحمل أذاهم. ده معنى أو مجمل الحديث وليس نص الحديث، ودي يعني أو هذا الحديث بيبين لك علاقة الإنسان بالمجتمع، إن لابد إنها تكون علاقة تعاون، لأن لا يمكن أن يكون مجتمع سوي، مجتمع سليم، وكل فرد داخل قوقعة بينه وبين نفسه، لابد ان يكون في تعاون وفي تراحم وفي ود وفي نقاش وفي اخذ نصيحة وفي مشورة وفي مساعدة للاخرين، حتى تستمر عجلة الحياة ويسعى او تنتشر المحبة والسعادة والسلام في المجتمعات. فاذا كنت عايز الناس يشتاقون اليك، فعليك باولا السعادة، أن تكون سعيدا حتى تمنح الناس السعادة، أن تكون ذو أهمية في حياتهم حتى عند غيابك يفتقدونك ويسألون عنك. في نهاية هذا الفيديو لا تبخل علينا بالتعليقات، قل رأيك بكل صراحة بصدق وأمانة في التعليقات، لا تبخل علينا بلايك إعجاب عند مشاهدتك لهذا الفيديو، وإن أمكن فاعمل شير حتى تعم الفائدة. وإلى أن ألقاكم في فيديو آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.